عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. مشاهدينا متابعينا الكرام، وصلنا إلى شواطئ صندوق الحلفة أيضا، يتميز هنا مع هذه الأصايل، يتميز مع هذا التحدي الرائع والجميل. نتواصل مع أول الأشواط للإبكار المشتركات، أسير مع الصدارة والمقدمة الأولى. من اللي يغود المشاركين؟ من اللي يغود المشاركين؟ الشاهنية سعيد بن مسلب بن سبت الأخيلي أبو عيسى مع الصدارة والمقدمة، بينما المركز الثاني هناك أيضا الشاهني محمد بن سعيد بالقطرية الأخيلي مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز والوصول مع أيضا هملولة عبد الله بن حميدة الأخيلي مع المركز الثالث، رابع المراكز شاني مبارك وجمع مايد الأخيلي هنا يتواصل مع هذا التحدي والرائع والجميل ما شاء الله. نعود إلى محمد بن سعيد بالقطري الأخيلي الذي غير مع المركز الأول، غير مع الصدارة، غير مع الأداء الجميل والرقص الرائع، ولكن المركز الثاني أيضا مع المركز الثاني لسعيد بن مسلم بن سبت الأخيلي، وشوف فيلسوف الأصايل مع المركز الثاني الثالث، يا سلام بن حميدة عبد الله بن حميدة الأخيلي أيضا مع ثالث، رابع المراكز، خامس المراكز مع بن مايد أيضا، يا سلام غير أبو عيسى، غير غير يا بن مايد، غير أبو عيسى، يا سلام. بنشوف التحديات الرائعة والجميلة، إلى وين السلامات؟ إلى وين؟ الكل مهدي، الكل مهدي، وأول أشواط يا سلام، من ما يبغي أول أشواط؟ الكل يبغيه. الشوط الأول غير، التحدي غير، الانطلاق غير، يا سلام. بن سبت، بن سبت أصدر التعليمات، وبن مايد هذا تحذر منه يا سعيد، هذا رجل الخطوط النهائية، هذا لا تطمن إلا من توصل الخط النهائي، يا سلام. الله، سلام أبو عيسى، سلام أبو عيسى، سلام. مشكور الاندفاع المتميز والرقص الرائع، سلام يا رماح، سلام أبو عيسى، سلام. مع أول الأشواط، بينما المركز الثاني أيضا مع مبارك وجمع مايد الخيل، المركز الثالث أيضا والرابع كلهن هنا مع مبارك والجمعة مايد الأخيلي، سلام سلام يا أبو عيسى، سلام. مع أول الأشواط، أول التحديات الرائعة.